الشيفور في خطر، المهني في خطر، المهني في خطر، والسائق في خطر، والسائق في خطر، المستغل في خطر، المستغل في خطر، والتاكسي في خطر، والتاكسي في خطر، والتاكسي في خطر، والتاكسي في خطر، التاكسي في خطر، التاكسي في خطر، التاكسي في خطر، التاكسي في خطر. الوقفه اللي وقفنا وقفه تعسفيه على الاحكام اللي جات، الاحكام اللي جات اللي ليست بمصلحه لا المستغل ولا المهني، كل شيء غيتشرب. وسيدنا عطاه هذه المعدونيه باش يعاونوا بها الناس، وفيها تكفل اجتماعي وفيها الحاله الاجتماعيه ديال المهنيين والمستغلين. الا بي كنتفاجئوا بهاد المذكرات اللي نزلوا، اللي نزلوا حقا نزلوا ماشي هما هذوك، ما فيهم لا مراعاه اجتماعيه لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لهذا الشيء اللي كاين دابا، راه كيبان ليا غادي يزيد التصعيد، لانه ما خدامش، لانه غادي يشرد جميع العائلات. وجابوا لنا في هذا الموسم الدراسي، وجابوا لنا المناسبه ديال العيد وهذا، ودينا كنحسوا بهذا الشيء. يلا تفكينا من كورونا، جاتنا كورونا ثاني، يلا تفكينا من كورونا، قلنا غادي نتعشوا ونبداو نخدموا شويه وهادي، جات كورونا اللي هي ماشي هذيك اكثر من كورونا. مازال كورونا كقدر الدواء، وكاينه وزاره الصحه الله يعطيها الخير كتداوينا، اما هذو راه جاو يقتلونا. الناس راه باغيين يسفنوا الدماء ديالنا، ما فهمتش. هذه المعدونيه ديال سيدنا ما ديال حتى شي واحد. هذا وزير الداخليه اللي جا وبغى يعطي القرارات ديالو المذكره ديالو، على الاقل راه على الاجتماعيات ديال الناس وديال الحاله اللي كنعيشوها دابا. احنا دابا كتشوف دابا انا ما عندي مرض السكر مزمن فيه، وكنبغوا نتعاونوا مع الناس، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. كنطلب من هاد الناس مسؤولين باش يراعيوا ويراجعوا القرارات اللي اتخذت فينا والاحكام اللي اتخذت فينا. الوقفه على المشكل ديالي انا، بعدا اول مشكل ديالي انا، ومشكل ديال هاد الناس ضحيه اللي خدموا 40 سنه ومشاو ضحيه هكاك، حاكم عليهم المحكمه ب 14 مليون 16 مليون باش يعطيوها، وداخلين بالطوموبيلات الحز. هذه ما هي منكر هذا، واخدينها كريدي الطوموبيل، واخده كريدي من نهار خلقوا باك يخلص الكريدي تيموت تيتقبر بسبب الحز. قال لك حكموا عليه 100 درهم في النهار، 100 درهم في النهار تهديديه، تهديديه حتى 200 درهم تهديديه، حكموا عليه 200 درهم تهديديه، 100 درهم دخلوا لي الطوموبيل السيزي، وقال لي حتى الدار، وقال لي حتى الفياش، وقالوا لي حتى المراه نديوها لك. وهجوم المحكمه فوق القضايا، دايرها مولات الكريمه، دايرها مولات الكريمه هي اللي دايرها. استمرار العقود اولدي، استمرار العقود هي اللي كاينه، من غيرها كذوب. استمرار العقود ها 50 سنه سي 50 عام، من 74 غادي في الهوده، غادي اللور ما غادي اللور، ما عندوش شي حاجه، مو الطاكسي ما عنده حتى حاجه، تطوار صافي صافي، ياكل ويموت صافي، ما عنده حتى حاجه والو. مو الطاكسي ما حس بيه حتى واحد، حس بيه الله تعالى وتبارك اللي حس بيه، تقول واحد حس بيه. مو الطاكسي بحال واحد حاجه، بحال واحد الكلب في المدازي يهجوه، في المدازي يقولوا لي سير بحالك، في المدازي يديروا لي، ما عنده لا قيمه لا والو. مواطن يسب فيه ويعير فيه ويشتم فيه، مواطن ويضرب لي الجاج يهرسو، ومن يمشي يقول لك اسيدي تهرسو سير تبري عليه، فين مشى؟ دوك البربريز يهرسوا لك، ما تبغيش تهزي يقول لك البربريز يهرسوا لك. الطاكسي ما عنده حتى حاجه، تمي هنا ما عنده والو، ديال تطوار، ذاك الشمكار احسن من مول الطاكسي. نطلب الحق ديالي من استمرار العقد، وحيدوا هذا الشيء ديال المحكمات، وحيدوا هذا الشيء ديال الحاجه، الا ما خلصوش يعطيها كريمتها، خلصوا من استمرار العقد، الخلاص استمرار العقد، بلا خلاص التحيط تعطى. باغا تبيعوا شي انتياز دوله، تبيعوا شي انتياز دوله، باغا 40 مليون، باغا 20 مليون، باغا 30 مليون، باش تبيعها تعطي لواحد اخر، تكري لواحد اخر، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. تاخذ 20 مليون و 30 مليون باش تكريها، هذا الشيء اللي كاين. والمهني في خطر، خطر الله، 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 الله،